شيخ أنس، أنا بعتذر منك، أحاول أتقبل كلامك بس أحس كلامك يخرج من فمك فقط، أرجوك تسامحني. مسامح يا حبيبي، مسامح مسامح، بس أنا بدي أقول لك شيء. شو الميزان اللي زنت فيه إنه كلامي خرج من اللسان أو من القلب؟ شو الميزان؟ أنت مطالب يا حبيبي، الله يرضى عليك، حتى لو خطر ببالك مثل هذا الخاطر، مطالب انك انت تعرض كلامي وفعلي على كتاب الله وسنه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا كان كلامي موافق ينبغي ان نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. لكن موضوع القلب ما له ميزان، شو ميزان القلب؟ ميزان القلب عند ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يحصل ما في الصدور، وحصل ما في الصدور عند الله، هاي ما عندك ولا عندي. ما تستطيع انت تشق على قلبي اني انا بحكي من قلبي، بحكي من لساني. حتى لو إجاك مثل هذا الخاطر اطرده واقبل الحق أينما كان.